كان عوم في البحر ضربت لطوس سهرت مع عمقي قالوا لي تلا عش راني نعيش مشلل نهار اللي فقدت الصحة ديالي ما قدرتش نكمل على الدراسة بسبب الدروج نهار اللي قلت له بقى كيبكي ما تقبلهاش قال لي لا ما عندك ما تعمل واحد انسان مريض قلت له ما تقولش انسان مريض الكلمه اللي قال لي بقات فيا بزاف ما قلت له انا مستعده نزوج بيك وانا كنبغيك قال لي انا عاد زاديت رجعت لي الصحه ديالي انت قال لي دابا انت نرجلي ربي ما دام كيفقدك واحد الحاجه اللي كيعوض لك واحد الحاجه اللي هي زوينه في الحياه وربي يخليه لنا والله يخلي له الصحه ديالو والله يخليه تاج فوق راسنا السلام عليكم انوار مدينه طنجه كنت في حق كاع الشباب كنت طموح في هذه الدنيا وكنت كيعجبني نمارس كرة القدم وكان الحلم ديالي مثلا نرجع رجل أم وواحد النهار من أيام الله كنت كنعوم في البحر ضربت لطوس سهرت مع عمقي بقيت تما في قاعدة تشالي المهم من جبدوني وديك الشيء داوني للمحمد الخامس قالوا لي يعني ترسي من النخاع الشوكي مشى لي النخاع الشوكي قالوا لي تلا عش راني نعيش مشلل فهمتي صدق داكشي اللي كان عشت وعشت مشلل يعني شال الرباعي يدي ورجلي وداكشي كلشي يعني الحل الواحد هو قالوا لي خصك تعمل الترويض الطبي بقيت كنعمل الترويض الطبي يعني الترويض الطبي غالي شي شويش المهم اضطريت دخلت لواحد المؤسسه دخلت لهذيك المؤسسه على حسب الترويض الطبي كنت كنحتقر نفسي بزاف يعني كنت كنشوف راسي بصراحة الله يعني من رجعت من دولية السياج الخاصة يعني فقدت بزاف ديال الحوايج قلت صافي أنا فقدت كل شيء يعني منهم الزواج منهم السكن منهم الوليدات منهم يعني بزاف ديال الحوايج فهمتي وكنت ببلي كنت صنت للكاب راديو وواحد النهار كنت شاركت في واحد برنامج اللي هو احتقار النفس الإنسان اللي كيحتقر نفسه الإنسان أنا كنت كان الدار وصدق سمعتني لي هي الزوجة ديالي دابا قالت لي وطلبت منهم النمرة وقالت لهم يعني بقيت كتقول لي ما تحتقرش النفس ديالك يعني باقي الأمل قدام وديك الشيء أنوار سمعته في واحد الإذاعة إذاعة كاب راديو سمعته كي يعود على المعاناة دياله هانتي واتصلت بالإذاعة وعطاو لي النيميرو تاع التليفون ديالو بقيت كنتواصل معاه كنقول اخي انوار ما خصك شي ماشي فقدتي الصحه ديالك فقدتي كلشي فهمتي راه الايام باقي وما فهمتي خصك تحدى دائما كنت كنشجعو دائما كنقولو ماشي فقدتي الصحه ديالك صافي ما يمكنلكش تزوج ما يمكنلكش تزيد القدام فهمتي قلت له القدر الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر عليك هادشي ما خصكش هيداك بقيت معاه مده 3 سنين كنتواصلوا انا وياه ربي ما دام كيفقدك واحد الحاجه اللي كيعوض لك واحد الحاجه اللي هي زوينه في الحياه انا بصراحه ربي عوض لي واحد السيده اللي هي الزوجه ديالي يعني بصراحه الله ما الحمد لله يعني هي كانت كتعطف عليا على حساب مرض اللي انا كنت فيه ومن بعد من قالت لي انا وبغيتك وبغيت نزوج بك قلت لها يعني كيفاش انت بغيتيني واحد الانسان معاق واحد الانسان فقير واحد الانسان ما عمرك ما شفتيه 3 سنين وانا كنهضر معاه هي كتهضر معايا ما قالت لي انا متقبلك كيما بغيتي واحد النهار اللي قلت له انا مستعده نزوج بك وصراحه ما تقبلهاش انت انا عارفه راه باش غنسمحها منه ما غنسمحهاش منه حقاش واحد الانسان اللي فقد الصحه ديالو فقد فهمتي عمره ما غيفكر في الزواج عمره ما فكر انا اللي قلتها له بقى كيبكي ما تقبلهاش قال لي لا ما عندك ما تعمل واحد الانسان مريض قلت له ما تقولش انسان مريض انت ماشي مريض هانتي وبقينا هيداك شي 3 سنين ومن قلتها العائله ديالي العائله ما تقبلوش بعد منهم بعد من العائله ما تقبلوا لي شي فانت جات لهم الفكره عشان تزوج انا بواحد الانسان عنده احتياجات خاصه جات لهم غريبه فهمتي بصح انا ما عنديش مشكل انا عمره ما كنضر الانسان عنده احتياجات خاصه كنضر له عادي بحالنا راه بحال فهمتي بحال كاينش الفرق فهمتي حتى هو عنده حق في هذا المجتمع عنده حق حتى هو يعيش تاع ولادو حق
محدوه حتى هو يخدم. الوالدين ديالها يعني رفضوا، قالوا لها بلي هذاك الشخص معاق، يعني ما يمكنلكش انت تدي شخص معاق. ولكن الحمد لله هي حاولت كيفاش دير تقنعه وتزوجت هي. لا دابا الوالده ديالها مسكينه مزيانه معايا وراضيه عليا وعندها عزيز بزاف. ومن المنبر كنشكرها بزاف، والله يطول لها في العمر، والله يطول العمر في الوالده ديالي. كنقول زعما انا شنو نخدم، واللي اللي هذا يعني اقترحت زعما نكون كغارديان ديال من ما كنتش يعني شي حاجه في الاول. قلت زعما علاش ما نكونش انا ولو غير غارديان شي حاجه. جاتني هذه الفكره، واللي هذا شبرت باركي وانا غارديان كحارس سيارات وعامل اللي خدام معايا. والحمد لله ماشي في الخدمه ديالي مزيان، وكل شيء كيتيق فيا وكل شيء كيقدرني والحمد لله. سير سير لو سير 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 بارك بارك بارك. انت مزيون زين طوا زين كيف البشر راي اشحال نزل اردالي انا راجع عقلي بيك زيد اذا قلت امشي نجي جاي جيت كوب هو انا الموعد رجع دور دور كل شي دور سير لو سير هيك سير 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 عمو سير حرك حرك تقريبا هذه واحد 7 سنين وانا كنجي نباركي عند هذا السيد هذا، ولقيت فيه حوايج اللي ما لقيتهمش في باركينات اخرين الصراحه. هي هادي انا رجل امين، لا عطيتيه الساروت ما كيحافظ على الامانه، وملي كتبغي تخرج كيحافظ على الطوموبيلات اللي هما باركين ديال عباد الله، كيبقى متبعك حتى كتخرج باش ما يوقع حتى شي مشكل. وفيه قناعه، انا اللي كيعجبني فيه فيه قناعه وباشوش، ماشي شي واحد طماع بحال اللي كيبدا يضرب لك الطوموبيل الا بعطي سيبتي له جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم. والسيد الله عمره دار الصراحه. هي ديال تقريبا هذه 7 سنين وانا معاه، كنجي انا والسيده ديالي كنخرجوا الطوموبيل دنيا هانية. وخصنا نعطيوها الدعم، حنا كمجتمع مدني خصنا نعطيوها الدعم، وحنا اللي فينا الاعاقه ماشي هما، لان حنا اللي شويه بعض المرات كيكون الكلام ديالنا قاصح مع هاد الناس وما كنعطيهمش قيمه اللي خصها اللي كيسهلوا لها بحال اللي كنشوفوا في الدول الاوروبيه. وكنطلب المسؤولين هاد الناس هادو يتعاملوا معاهم ويعاونوهم ويعطيهم واحد الدعم بحال اللي كنشوفه في اوروبا. الحمد لله عايشين مزيانين، الحمد لله تزوجنا ودابا عندي وليد عنده 7 سنين والحمد لله عايشين مزيانين، كاين حتى شي مشكل. انت لا 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 القرار ديالي ماشي خاطي، وهاد انسان طيب الحمد لله فهمتي، الانسان مزيان الله عمره سلعه وولد الناس وفيه فهمتي. عندي ما نقول لك لا 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 ما كيخلينيش ناقصه حتى شي، عمره ما خدمت، هو اللي كيخدم فهمتي كيخدم، هو كيقول لنا خليك شي تخدم خليك شي، موفرنا الحمد لله كل شيء ما ناقصنا حتى شي حاجه، لان وربي يخليه لنا والله يخلي له الصحيحه ديالو الله يخليه تاج فوق راسنا. الصباح كنوض في 6 الصباح كنهود كنقايل خدام كنطلع للدار كنجبر المراه ديالي مصبرين الحويجات ديالي مطيبه لي الشيوات الحمد لله بخير والله يخليها لي. بالنسبه لي انا وانور بدينا بالزيرو، حتى العرس ما عملناه شي، حتى من الذهب انا ما عملتو شي، من غير الخاتم ديالي الزواج اللي عملت، حتى من الذهب كيقول ان شاء الله يسر الامور ونعملوا الذهب ديالنا فهمتي. بديت معاه من الزيرو، سكنت مع الوالدي وكريت، والمهم صراحه بدينا من الاول بدينا صعيبه فهمتي، بصح دابا الحمد لله دابا الامور تميسرات فهمتي. انا تزوجت انور ما عنده حتى شي حاجه، نزوجو يعني مثلا واحد عنده الطوموبيل ولا عنده فلوس ولا عنده الدار، لا انا فهمتي الانسان كي انا بديت مع راجلي من الزيرو ودابا الحمد لله عندنا كلشي موفر لنا الحمد لله. الشباب في وضعيه اعاقه يعني ما يفقدوش الامل فهمتي، يعني يتحركوا يديروا شي حاجه والله يكمل عليهم والله يسهل. واخا زعما شويه صعيب في الدوله ديالنا صعيب شويه يعني بنادم في وضعيه اعاقه، يعني خص شويه الاهتمام بالنسبه للدوله ديالنا تهتم بالاشخاص في وضعيه اعاقه فهمتي، ولو توفر لهم ولو غير القليل غير مثلا الولوجيات فهمتي. مثلا كتجبر انا مثلا المدرسه كنت كنقرا فيها، نهار اللي فقدت الصحه ديالي ما قدرتش نكمل على الدراسه بسبب الدروج فهمتي. المدرسه فيها 12 درجه، شكون يطلع لك 12 درجه؟ بالنسبه للتاكسي كيشوفك كنتينا في الكاروسه كيقول لك انا ما يقدرش يضيع معاك ديك الوقت مثلا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش يعاونك ولا يطوي لك الكاروسه يطلعها لك فهمتي، ما يبغيش يوقف لك. الزوجه ديالي الله يخليها لي، والحلم ديالنا ان شاء الله يا ربي من نمشيو للحاج حتى حنا
نعملوا الاعمال خير فهمتي، هذا هو الحمد لله. والوليد ديالي اللي هو محمد سعيد يعني دابا ما حضرش معنا على حساب عنده القرايه اليوم. ان شاء الله كنتمنى زعما يرجع شي حاجه في المستقبل ان شاء الله يا ربي. نتمناو في الخير ان شاء الله، كنتمنى شي حاجه للقلب ديالي ان شاء الله. نتمنى ولدي كبير وكيقول ولدي تولي طبيب ان شاء الله يا ربي، نتمنى يحقق الحلم ديالو ان شاء الله. حتى انا فهمتي نعمل شي حاجه ديال الخير، انا عزيز عليا نعمل الخير، عزيز عليا حتى انا ولدي كنربيه حالي، ولدي انا كنربي على هذاك الشيء الخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.